البليدة القاضي التحقيق سفد التحقيق كذي مدبرا بوين إثل الدولة. القاضي التحقيق بوخام نشرع البليدة يبذى التحقيق ذي ثزواران الدور ثقي أكذي مدبرا بوين إثل الدولة ذي ثان مهلان البليدة. أفسبان وزنزيق خامن ذي بني مراد إثل الدولة برا القانون. ذي يوليو يعدان إغال لامان سفدن التحقيق أكوذي مدبران بوين إثل الدولة ذي ثمهلان بومرداس أكوذ برج ملايين إلمد وزنزي نرمل البحر ذي راس جنات برا القانون. بسكرا فاذي جامد دانات فغنسي زنقان الدقس المدن فغنسي زنقان ذو قطاس ثغيوانين ذي تمدينة بسكرا عند في العنب ريذا نامور وطون 46 يكتساوين الطولقة يكاد فقنن الزعفن سنة فايني يعنان لخصاص بوامان تيسيث يرنان سواطاس ذو قوزغال يمزداغن ثغيوانين لقارن باللي شثكين شحالي فردان وسقمان يمسقراون باش اثنعيون الحكومة انتاث ثقي اثموق الغرسن غفايا يسقمان امسقراو وقزمان فريد اكنا صيوضن اغرينسن ارويذ اثعنا ثمسالت. البليدة ثوت زنزلاس الجهد 3.9 الدرجات في رقيقيث القاعة الجهد 3.9 ذي ثاسكالا نريتشر ذي الولاية البليدة أسن الثنين يعدان غف 12.46 أكن ذي الناو خامون ذي يكتمو سنين الفلك أكد الفيزياء الفلكية يرنا ثلماس نزلزلة تلة تفعد 4 كيلومتر ثم بودان الولاية البليدة ذي 22 غشي عدان توت الزنزلة سلجات 3.9 ذي تسكالا نريشتر ذي مستغانم ذو قمزوار غشت ثوت الزنزلة سلجات 5.6 ذي العاصمة موثن ذك 6 مدن جرح 420 أطاش مزدوغين غوسند ذي يوليو يعدان ثوت الزنزلة سلجات 3.1 ذي تسكالا نريشتر ذي الولايان المدية. أم البواقي ثطفة وقنطار ذوزقن نلكيف أطفني جادر مينا قنطار ذوزقن نلكيف ذي ثكروست ذي ثمان مسكيانة أفييرين تليسا نلولايان تبسا الطاس مدن توطفن ذي ثلوف ثقي إجادر مين سفدن تحقيق ذكس سي ثمان نيضن ثلاثة مدن توطفن 12 كيلو نلكيف لانت نزوين ذي ثزقي نغلغفة ذي ثمان سوق هراس ذي ثقر نغوش يعدان تفني جادرمين ذي ثمن حاسي خبي قار الولاية تندوف أكد الولاية بالشهر 33 قنطار الكيف وتطف لادوان البورن الغزوات ذي ثمن تلمسان أكاميو يتشورنس 21 قنطار. ثوفيرت ثمطو ثموت ذك فاخيخ ثموت ثمطوت ذو قفاخيخ ذو قفريدا نامور ذي تغيوانة العجيبة ثمان تمدينة توفيرت ميتكشم تكروس إذ قيثلا ذي الزرف بوفريد وكروس سي ثمان نيضا موثن 25 مدن جرحا 89 ذي 25 إفاخيخا ذي 3 وسان قارسا موثن 4 مدن جرحا 3 ذي تمدينة نصطيف ميميوثن تسناتن تكرياس ذو قفريدا نامور نتغيوانة أوريسيا ويموث يظلي أن الماذ بو 13 سقاسن مثوث ثكروس الزات أغرفاز أندي قار ذي ثغيوانة المحمدية ثمن العاصمة.